القروض. يقول قيس سعيد: استقلالية البنك المركزي التونسي لا تعني الاستقلال عن الدولة، بل لابد من الانسجام مع سياسة الدولة، ولا بد من التفريق بين الاستقلالية في المجال النقدي والاستقلالية في المجال المتصل بميزانية الدولة. يقول: مش ممكن للبنك المركزي أنه يمنح لفائدة الخزينة العامة للدولة تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض، أو يقتني بصفة مباشرة وسندات تصدرها الدولة. حكى كذلك قيس سعيد على مراقبة جمعيات المجتمع المدني اللي تتلقى تمويلات من الخارج. يقول بأنه اليوم راهو الدولة ترفض تبييض الأموال في تونس، وكذلك يلزم يكون فما عمل كبير على الأموال هذية اللي تدخل قاعدة لجمعيات المجتمع المدني. شو معناها اللي قاله قيس سعيد؟ شو نستناو اليوم من البنك المركزي؟ مشكور معنا الخبير في الاقتصاد معز حديدين. سي معز، مرحبا بك. مرحبا بكم، وتحية للسادة المستمعين، وتحية خاصة للضيوف. مرحبا بك. قيس سعيد قال في مقال سي معز حديدين: تونس فيها ولينا أرض المليون ونصف خبير، وعليهم أن يصمتوا. تعتبر نفسك من المليون ونصف ذوما ولا باش تتكلم اليوم سي معز؟ والله أنا نعتبر نفسي أني إنسان أسعى لأكون خبير، معناها نعمل مجهودي باش نكون مقدم يعني إضافة للجميع، سواء كان الإعلام أو أي جهة أخرى. نحن نسعى لنكون خبراء، نحاول ذلك. وأنا يعني بالنسبة للتحاليل الاقتصادية هي أمور علمية، معناها من نجمش نكونوا عنا نغلطوا العباد ولا فما حاجات علمية نقولهم، فما أرقام، فما تداعيات، يعني كل يعني إيكواسيون إيكونوميك عندها الكوزا يفي، معناها تعمل هكا يصير هكا، هذه قواعد وامور علميه. ونحاولوا ان نكونوا نتر يعني الماكسيموم اوبجيكتيف الماكسيموم. هذا هو خطر رئيس الجمهوريه يقول بان بعض الخبراء او مجمل الخبراء يقوموا بتقديم ارقام مغلوطه. هي الارقام يقع تخريجها من السياق، ساعات نفس الرقم، ساعات نفس الرقم نعطي رقم ونقول شنو هو البور اي لو كونتر، شنو الايجابي في الرقم هذاك وشنو السلبي. صحيح انه فما هناك بعض يعني ربما يعني اللي يدخلوا في المجال الاقتصادي انه يعطي نفس الرقم لكن يذكر كان الجانب السلبي نتاعو او يذكر كان الجانب الايجابي. هذا موجود، لكن ديما نحاولوا انه كل ما نعطيه رقم نعطيه الجانب الايجابي نتاعو والجانب السلبي نتاعو. هي تبدأ وساعة احنا نحب نفهم معاك بجملتين نبسطوا للجمهور اللي يسمعوا فينا للتوينسة. شو معناها استقلالية البنك المركزي التونسي؟ يقول لك انا والله مانيش فاهم، هو اسمه البنك المركزي التونسي، شو معناها هو مستقل عن الدولة وعن القرار السياسي؟ البنك المركزي هو يعني تابع الدولة، هو مؤسسة تابع الدولة. أيوة. حتى أنه يعني البنك المركزي آخر السنة النتيجة الصافية نتاع البنك المركزي الكلها تتصب لخزينة الدولة الكلها 100%. يعني هذا، لكن شنو الاستقلالية؟ الاستقلالية في السياسة النقدية اللي يرسمها، على خاطر في القواعد الاقتصادية فما قاعدة مهمة يقول يلزم نفرق بين السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية، يزوم يمشيوا اون باراليل، ما همش نفس السياسة. السياسة الاقتصادية اللي هي على ذمة الحكومة واللي هي تتلهي بالنمو الاقتصادي وبالتشغيل وبالصناعة وبالفلاحة وبالعديد من الأشياء أخرى، وهناك سياسة نقدية اللي هي تواكب نمو الاقتصاد حسب نمو، هي تضخ الأموال النسيسير باش يكون فما هناك ملائمة بين النقود التي يوقع ضخوة في الاقتصاد وقيمة القيمة الحقيقية للاقتصاد. المشكلة اللي نخافه منه أنه والتجارب الكبيرة معناها السيئة هي أنه وقت اللي النقود اللي تضخ في الاقتصاد تكون الديباس من بعيد حجم الاقتصاد الحقيقي، وهذا علاش مشاو برشا في استقلالية البنك المركزي من حيث السياسة نتاعو، حتى تكون اللي النقود اللي تدور في البلاد تكون متوازنة أو متلائمة مع الحجم الحقيقي للاقتصاد لبلد ما. واضح. شنو طالب اليوم رئيس الجمهورية سي معز حديدان؟ به رئيس الجمهورية هو طالب أنه البنك المركزي يمول مباشرة الدولة التونسية. هل ممكن للبنك المركزي أنه يمول مباشرة الدولة التونسية؟ هو عمليا ممكن، لكن هذا عنده طبعا تداعيات.
هو شنو اللي صاير اليوم؟ اليوم هو البنك المركزي قاعد يمول في الدولة. اليوم يعني البنك المركزي يسال للدولة 10 مليار دينار، كنا حيو منهم 2 مليار دينار تفتقى ذيك بتاع الوقت اللي صار الكرياسيون بتاع الفامي، يعني السوسكريبسيون بتاع الدولة خديت، معناها البنك المركزي سلف الدولة 2.5 مليار دينار باش ولينا عضو في الفامي. كنا حيو 2 مليار دينار هذوما نتاع الستينيات، فما 2 مليار دينار اكل قرض المباشر اللي صادق عليه مجلس النواب في ديسمبر 2020، والبنك المركزي عمل تصفقة ديريكت مباشرة لخزينة الدولة ب 2.8 مليار دينار. وعنا خاصة اللي نسميه الأوبن ماركت. شنو هو الأوبن ماركت؟ معناها وقت اللي البنوك تقتني رقاع الخزينة نتاع الدولة، البنوك هذيك هي مادام في يديها رقاع الخزينة هي اللي يلزمها تستنى تاريخ التسديد، والدولة تسدد البنك في بعد 10 سنين أو 5 سنين. لكن فما عملية ممكنة أن البنوك وقت اللي يقتني رقاع الخزينة هذوما يمشيوا بعد مدة، بعد شهر أو في حتى بعد يوم، ويعاودوا يبيعوهم للبنك المركزي. دونك يولي البنك المركزي هو اللي يملك رقاع الخزينة، واللي هو يلزم يقعد يستنى حتى تاريخ التسديد باش الدولة ترومبورسي. هذوما 6 مليار دينار البنك المركزي اليوم قائم، يعني الأوبن ماركت البنك المركزي مقتني ب 6 مليار دينار رقاع الخزينة اشريهم على البنوك، اللي البنوك هي بيدهم خديتهم في مرحلة أولى من عند الدولة وسلفت الدولة. اليوم القطاع الكل، القطاع البنكي، البنوك، البنك المركزي يسال للدولة 10 مليار دينار، نحيو منهم 2 مليار دينار يقعدوا 8 اللي هما 6 مليار دينار اوبن ماركت، و2 مليار دينار اكل التمويل المباشر اللي صدق عليه المجلس النواب في 2020، وعندنا 6 مليار دينار اوبن ماركت اللي هما رقاع خزينة اقتنيهم البنك المركزي على البنوك واصبح هو الكريونسي على الدولة. وعن البنوك اللي هما يسالوا للدولة اليوم، اليوم في جوان 23 البنوك تسال للدولة 19 مليار دينار، منهم 14 مليار دينار رقاع خزينة، ومنهم 2.5 مليار دينار قرض وطني الرقاعي البارتي اللي شريتهم البنوك، وفما زاد اكل كريدي سانديكي هذاك تقريبا القائم نتاعهم 2 مليار دينار. يعني تقريبا نقولوا تقريبا كي نحيو فما زدو بوست صغار اخرين، تقريبا البنوك يسالوا للدوله 15 مليار دينار، ونزيدوهم 10 مليار دينار للبنك المركزي. اليوم القطاع البنكي بالبنك المركزي محسوب يسال للدوله بين 25 و 30 مليار دينار. لكن اللي كان موجود شنو هو؟ انه البنوك تخضع لنظام رقابة كبير، ونظام رقابة عالمي خاصة اللي نسميهم لينورم بريدونسيال دو بال. هذوما فما كسر الملاءه، فما يخلي اللي البنكه ما تنجمش تشري رقاع الخزينه ما لا نهايه له، يلزمها ديما تحترم يعني راسيو اللي هو حسب الفون بروبر، الموارد الذاتيه نتاع البنك، وحسب يعني الودائع اللي عند البنك. ذاك علاش فما راسيو دو سولفابيليتي، ما يلزمش البنوك تفوت، معناها الراسيو دو ريسك هذا ما يلزموش يفوت 10%. ذاك علاش وصلنا الى انه القطاع البنكي في تونس وصل اليوم عنده شحط سيولة، وما عادش عنده إمكانية أنه يسلف الدولة عن طريق شراء رقاع الخزينة، لأنه وصل للكاباسيتي نتاعه، خاطر لازم يحترم القواعد. فهذاك علاش ما عادش ممكن التمويل بطريقة غير مباشرة، ومشى رئيس الجمهورية في إطار أنه تعزيز التمويل المباشر. يعطيك الصحة، هذا علاش اليوم البنوك ما عادش نجم تمول الدولة لاحترام الراسيو هذايا، وخاصة أنه البنوك تحت مجهر وكالات الترقيم العالمي، وقاعدين معناها فما دي بون قاعدين سونكسيوني خاطر سون بريز اكسبوزي اونجاجي مع الدولة. هذاك زوز حاجات هذوما خلاو فما ليميتاسيون اليوم للبنوك، ما عادش تنجم عندها قدرة. دونك شنو الحل؟ الحل أنه مشى رئيس الدولة طلب من البنك المركزي أنه ما عادش تكون عملية ثلاثية، ولكن تولي عملية ثنائية بيلاتيرال ديريكت مباشر بين البنك المركزي والدولة التونسية. التداعيات هذا لو مشينا فيه هذايا، شو مش كل التداعيات نتاعو؟ اول حاجه هي ماهيش حاجه جديده باش نعملوها في تونس، يعني موجوده وتعملت في بعض البلدان. لكن كي تعملت في بعض البلدان اللي عم تشكو صعوبات في الميزانيه، فما تاثير لهذه العمليه، يعني فما ديليميتاسيون. معناها بعض البلدان تقول لك انا اوكي نعطي البنك المركزي يسلف الدوله، لكن في حدود مثلا 2% من الناتج الداخلي الخام، ما يلزموش يفوت 2% على الدوله انها تكبر في البي بي نتاعها كان تحب تزيد تسلف مع البنك المركزي، والا مثلا 4 أو 5% من البيدجي نتاع الدوله، من ميزانيه الدوله، كان انت تحب تزيد تكبر
تحب في المونطون اللي تحب تسلفه من الدوله ما عليك تزيد في الموارد الذاتيه نتاع الميزانيه الدوله في المداخيل الشبائيه او في المداخيل الغير شبائيه. يعني هي عمليه مؤطره. علاش وقت اللي العمليه تصبح غير مؤطره هذا شنو التداعيات نتاعو؟ التداعيات نتاعو ان تولي ما عادش فما ليميت يا بلي دي ليميت فيسك. خرجنا من القطاع البنكي اللي هو يلزم يحترم دي نورم بريدونسيال دونك تو باش تولي وما عادش فما ليميت. وقت اللي انا حاجتي بفلوس ندعو البنك المركزي انه يسلفني مباشره. خاصة لهنا سي معز حديدان ونحن نتحدث عن مشاكل كبيرة في تمويل بقية نفقات الدولة للعام ذي. قانون المالية 2023 قام على فرضية تمويلات خارجية من المانحين الدوليين وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي. هذا زوز ماهوش صاير هذو مزوز. فوكأننا ماشيين في أنه البنك المركزي سيمول الدولة باش هي بيدها تقوم بتمويل بقية النفقات نتاعها لسنة. هذا هو يعني اليوم إذا كان نرجع لك للتداعيات. إذا كان هي صارت العملية هذه شنو باش يصير؟ باش يصير أنه البنك ما عادش فما ليميت، ما عادش فماك الحدود، باش يولي عملية ربما ما عادش عندها ليميتاسيون، دونك ينجم المونتون الكتلة النقدية في الاقتصاد تولي تتجاوز بكثير حجم الاقتصاد الحقيقي. التضخم وقتها شنو أحواله سي معز؟ فوالا هذا عنده زوز تداعيات سلبية. باش يغذي التضخم لأنه بالطبيعة كي يبقى عندك ماس مونيتير كتلة نقدية تفوت حجم الاقتصاد. يعني نفس البيان ملي كان فما 100 فرنك في الاقتصاد باش يشري خبزه، اليوم فما دينار باش يشري خبزه، نفس الخبزه ما تبدلتش، دونك تولي الخبزه بدينار. هذا التضخم وين تظل العلاقه بين الكتله النقديه والتضخم. والحاجه الثانيه التداعي السلبي الثاني هو باش ياثر على قيمه الدينار، بما انه باش تكبر كتله النقود بالدينار، اذا الطلب الدينار موجود ما عادش فما حتى مشكله، باش يولي العرض نتاع الدينار باش يشري العملة الأجنبية، العرض باش يزيد على والطلب على العملة الأجنبية باش يزيد، هذا باش يطلع في قيمة العملات الأجنبية وباش يخفض قيمة الدينار. على كل هذا التداعيات الأخرى الممكنة أنه زاد ممكن العملية هذه تحل الشاهية لبعض المؤسسات العمومية، بعض المؤسسات العمومية اللي هي ما عندهاش قدرة في خلاص ديونها نجم تطلب من الدولة أنها تتسلف وتكون عملية مضمونة من الدولة. هذا دونك نجم تولي إن بول دونيش العملية هي ممكن أن نعملوها. فما إيجابيات ولا ما فماش سي معز حديدان؟ تحكينا كان على السلبيات، فما جانب إيجابي في هذا كقرار ولا لا؟ الجانب الإيجابي هو أنه الدولة التونسية تنجم معناها الكريزة ذي نتاع الشح في السيولة تنجم معناها بين معناها تتحل والبنك المركزي يسلف الدولة وهكذا تكون الدولة تلقى اللي رسورس أو الموارد باش تخلص يعني بعض المصاريف اللي هي بالدينار التونسي، لأنه البنك المركزي كيفش يسلف الدولة التونسية باش يسلفها بالدينار التونسي. هي يحل من بعض المشاكل بالطبيعة، فما إيجابية ولكن يلزم نأطروا العملية، يلزم نقولوا حاجة ليميت أنه ما يلزمش البنك المركزي يعني نحطوا إن أوتو ليميت معناها الرهنة من توا باش ما تكونش العملية ليه مسيبة هكيك ما فيهاش حدود أو لا نهاية. النقطة الثانية نشوفها معك بعجالة سي معز حديدين هو حديث رئيس الجمهورية على لجنة التحاليل المالية اللي قال بأنها ما قامتش بدورها على الوجه المطلوب. حكيت على تمويلات وصلت لولاية صفاقس عن طريق البريد في حدود 33 مليار في الفترة الفاصلة بين جانفي وجوان اللي فات، وحكي على تحويلات تمت عن طريق البنوك كما قال هو، وشدد على أنه كان من المفروض أن تتولى اللجنة النظر في مصدر الأموال هذية، لكن قال اليوم اللجنة وكأنها ماهيش قاعدة تخدم، ويقول نحن نرفض تبييض الأموال في تونس، وكأنه في إشارة بأنه لجنة التحاليل المالية قاعدة تدعم في تبييض الأموال. أنا يعني اللي نحب نقول الملاحظة نتاعي هي الكونسيرن اللجنة المالية كما الكونسيرن الدولة. يعني السؤال إذا نعرفوا الفلوس هذه منين جات ولشكون مشات ونتبعوا يعني التراسابيليتي نتاع الفلوس هذه، اللجنة التحاليل المالية يلزمها يكون عندها التراسابيليتي نتاع الأموال هذه. إذا كان هي عملت التحليلات نتاعها وعرفت التراسابيليتي ولقات اللي ما فماش مشكلة
مثلا ما فماش مشكل وقتها ما فماش مشكل. اذا كان مشيت الامور في معناها بامور قانونيه فلوس تثبت لحرفاء لدى بنوك ونعرف منين جات وين مشات. لكن المشكل وقتاش يكون ينجم فما مشكل انه لازم تحاليل ماليه ربما ما قامتش بالعمل نتاعها باش تعرف التراسابيليتي منين خرجت الفلوس وين وصلت، او مثلا تعرف التراسابيليتي واللي هو ما نتصوروش بطبيعه تعرف التراسابيليتي وما حبش تقول هذا مستحيل، لكن ربما فمت ربما نوع من يعني اللي يمكن تحليل يعني اللجنه الماليه باش تعرف التراسابيليتي من كازيد منين خرجت الفلوس وين مشات، وخاصة وين مشات هذا يمو. وإذا كان مشات الجمعيات كخبير في الاقتصاد سي معز توا الحديث هذا تعتبره حديث اقتصاد وإلا سياسة؟ هو السياسة موجودة، هو اقتصادي بحت، فلوس دخلت من برا هذا مشكل اقتصادي يعني نعرف انا، اما بطبيعه فما الجانب السياسي. كنا نجموا لو كان في فتره اخرى من في 2017 ولا 2016 راهو ما حكيناش على الموضوع هذا، لانه ربما اللي كان في الحكم وقتها ربما كان يحب يغض الطرف، لانه التمويل اذا كان فما تمويلات هي تو مازال شبه، ما اذا كان فما تمويلات لاحزاب يعني بطريقه غير مباشره رئيس الجمهوريه يقول هذوما لجمعيات في الظاهر تعمل لصالح المجتمع المدني ولكنها في الواقع لا تعمل لتحقيق الأهداف متاع المجتمع المدني، لكنها تعمل هي امتداد لأحزاب سياسية تتلقى في تمويلات من جهات أجنبية للتدخل في الشأن التونسي. اكزاكتومون يفو بروفي سا. اذا كان فما تمويلات خارجيه ومشات لاحزاب اللي هي متنكره في جمعيات يلزم اون دوا بروفي سا، ويلزم لجنه التحاليل الماليه تعطي يعني المعطيات الكل وكل حد يتحاسب. كما حاجه اخرى زاده حتى الفلوس مش نسلفوهم من عند البنك المركزي، يلزم زاده المواطن التونسي يعرف وين مش تمشي زاده كيف معناها احنا زاده كما نحبوا نعرفوا الفلوس اللي جات التمويلات من برا ولشكون مشات. المواطن التونسي حد يعرف، كذلك المواطن التونسي حد يعرف الفلوس اللي باش يسلفها البنك المركزي للدولة التونسية نحبوا نعرفوها وين باش تمشي زاد، اسكو باش تمشي استثمار، اسكو باش تمشي اجور وظيفة عمومية، اسكو باش تمشي شراء حبوب، لازمنا نعرفوا زاد هذا من حقنا أن نعرفوا. صحيح واضح، شكرا لك سي معز حديدان الخبير الاقتصادي كنت معنا في التليفون. باهي ما ناخذ رأيكم خليفة اللي كنت تسمع فيه. أنا في تونس عندي مشكلة بين الاستقلال والاستقلالية. هذا ساعة مصطلح يلزم. كنت عندك قبل البارح ولا عندك لا بعد عندي... ما سمعت لا البارح؟ لا دخت فيها في العشر سنين التوالي قبل خاطر راني عارف ونظام واحد. ما حكيتش عليها قبل فيه. لا ما حكيتش عليها، اما مفهوم الاستقلال والاستقلالية في تونس اللي يقوم لك يقول لك انا مستقل بما فيهم ساعات واحد تعرفه عنده نشاط سياسي مستقل. ابروبو شنو واش معناها الاستقلالية في تونس؟ واش معناها الاستقلال؟ ثم ناس بالاستقلالية يسخر روحوا كوكب واحد ورا جزيرة واحد، منهم البنك المركزي. من البنك المركزي ولا يتصرف كأنه دولة مالية وحدها، يعني اللي قالوا الرئيس أمس قال هذه راهي مؤسسة وجدت باش تخدم الدولة الأولى. الجمعيات زادوا أو طالب الآن وهنا وعشرين سنة نطلب باش نقعد بربي يشوفونا قانون متاع جمعيات. راهو اليوم الكلها حتى هيك اللي عمره عامين ويددش ثم جمعيات تخدم في الصالح العام وتخدم باش ما نعمموش. أما راهي دولة زاد فيها 12 مليون وصلت تقريبا 20 ألف جمعية فيها، والكلها صارت بعد 2011 والكلها قاعدة تلم في الفلوس والكلها قاعدة تصرف في الفلوس، من أين لك هذا وين مشي؟ هذه زاد نحب نعرفها اليوم. ثم جمعيات صحيحة وثم جمعيات نص الباس وثم جمعيات مشبوهة في تونس. كاو معز أنا باش نجاوب على أعطيني معناها مساحة سامح. أولا البنك المركزي باش نتفاهموا اللي هي مؤسسة عمومية والمجلس الإدارة نتاعها متكون من أعضاء اليقاع انتخابهم وعضاء اللي هم يمثلوا مختلف مؤسسات الدولة، معناها راي ما هيش بمعزل على الدولة، أما هذه مؤسسة في عندها استقلالية القرار في وضع السياسات المالية تاع الدولة، الحفاظ على قيمة الدينار، اللي باش تعمل تو ديريكتور، راه ماهيش لهنا قاعد هي تقيد في التوجه الاقتصادي، هذه الحاجة الأولى. دونك بالنسبة لي أنا الخطاب تاع زياد السيد الرئيس هي سياسية بامتياز، خاطر ديما نحكيو في شطر الموضوع، هو تطرق إلى ثلاثة مواضيع، أولاً تطرق إلى استقلالية البنك المركزي، تطرق في بمواصلة في المنهج نتاعو للقضاء على الأجسام الوسيطة، للقضاء على الجمعيات، خاطر أنا اللي نلومه فيه لهنا اللي هو عمم الجمعيات الكل وحتى اللي هي امتداد للأحزاب، ما قالش بعض الجمعيات، ما قالش كذا. دونك هذا فم بالنسبة لي أنا مشكلة أخرى، ولهنا ماذا بيا نزيد نوضح، راهو كل تمويل يجي الجمعية، كل تمويل يجي الجمعية، يجي مبني على
عقد يقع ابرامه ما بين الجمعيه والطرف المانح، وفما شروط مع شكون نخدموا، يلزم الطرف المانح تكون الدوله عندنا مع علاقات دبلوماسيه، وهذه وتعدى على التحاليل الماليه، وما يوصل الفلوس الكونت ربي يعلم كيفاش. دونك ما نبداوش احنا نرميو في الكلام هكا. والحاجه الثالثه اللي يحكي هو قالك على الاستثمار، يلزم نشوفوا علاش الاستثمار عباده تجي ويهربوه. لا يا سيدي، هذايا بيد الدوله، يلزمها تسهل لي ميكانيزم دانفيستيسمون باش كي واحد مستثمر يجي لتونس يحب يحط فليساتو نسهلوا له الثنيه مش نعقدوها له. احنا واحد يجي باش يستثمر يبدا بالبنك سنترال فيش دانفيستيسمون تقعد شهر يتعدل اللابي صب الدوسي حتى ياخذ التراخيص وحتى يشوف الموافقه تاع البيئه وحتى يشوفوا لامباكت درا شنو وحتى يشوفوا درا شنو يبدا بالبنك ويبدأ المركزي ويبدا بالبنك المركزي ويبدا بالبنك المركزي وبعد يتحدى الواحد والادارات لين يفد الروح نتاعو تطلع ويروح. وهذا بخلاف ما نحكيوش على الجماعه اللي تحب تدخل في الثنيه. دونك خلينا ساعه لهنا يزلنا نركز، وانا لهنا سيد الرئيس خايف الزياره نتاعو انا مقلقني اللي شفت الزياره مش معزل بزياره الاخرين. مين مشى؟ مشى البنك المركزي وبعد مشى باش نواصل لبيدي ماذا بينا نحكيوا على الشارع مشى زياره اخرى اللي خايف اللي هي تمثل معناها قاعد تعطينا في صوره على الوضع المالي نتاعنا اللي هو وصل الكارثي اللي تو يلزم نمشيو في مرحله اللي يلزم الفلوس تدخل كوت كوت كلكو سوا. وراهو استقلاليه البنك المركزي راهي ماهيش راهو مش بدعه عملناها، استقلاليه في القرار فهمتني. اما هنا يلزم تكون عندنا بنك المركزي مستقله في القرار في وضع السياسات الماليه لخدمه الاقتصاد التونسي وليس لخدمه النظام. احمد سامح في ثلاثه نقاط نتفاعل معناتها بعجاله. هو انا ساعه كلمه خبير، راي بغض النظر على الكونتينيو نتاع الكلام تاع السيد رئيس الجمهوريه، هو خبير معناها كي تلقى خبير راهو الخبير راهو منظم بالقانون، راهو فما قانون 93 ينظم الخبير هو الشخص اللي تم وضعه في قائمة الخبراء من وزارة العدل. هذا قانون 23 جوان 93. وأنا أفاجأ ديما من قبل رأي المشكلة هذه نراها تقع خبير معناها في الاقتصاد، خبير في درشن، سمعت خبير في الاقتصاد، خبير في الإعلام، لا خبير في الإعلام راهو خبير راي كونوتاسيون جوريديك، يلزم يكون مرسم في جدول الخبراء حسب قانون 93 اللي تم تنقيحه في 2010. يعني هذا موجود للقطاعات الكل، كل قطاع فما فيهم ما ينجم اسمه خبير الا ما يكون مرسم بجدول الخبراء ويؤدي اليمين على النزاهه ويقسم على النزاهه والسر المهنه ويقسم انه سيساعد القضاء. يعني في هذا الكل كلمه خبير قانونا تخضع لضوابط. اما كي تجي تقول لي ناس اخرى مختصه في لانه درس المساله هذيك عمل فيها دكتوراه، مختص في الشان، مختص في الشان الامني، مختص في الطب، مختص في التجميل، مختص في الزلازل، مختص في الانستغرام، هذيك حاجات اخرى هذيك في التقطيع والتريش مثلا مختص. اما ليه وين تلقى خبراء؟ يسمعني مع كامل احترامي مع كامل احترامي للدومينات هذيك الكلها، شنو اكسبير كونتابل تقولي مختص في الاقتصاد؟ اش معناتها مختص في الاقتصاد؟ فاهم مالي انت ما معنى مختص في الاقتصاد؟ ومانيش نحكي على سي معز حديدين راه اكون له كل الاحترام، نحكي بصوره عام، لانك انت وقت اللي تشرى الطرف في التلفزه ولا في لي ريزو سوسيو تلقى تقديم طول عرض. شفتوش سي محمد العياري تفجع اليوم قال راني مانيش خبير. ايه هذاك الاصل في القانون، الخبير يلزم يكون مرسم بجدول الخبراء حسب قانون جوان 93. هذيك النقطه الاولى. النقطه الثانيه، انا مانيش باش نتعلط على الدومين مش دوماني، انا استقلاليه البنك المركزي. قبل انت ما تكلم سي معز حديدين تلفت لي انا وخليفه تفجعت، قلت باش نحكي فيه انا الموضوع هذا، ما عندي في السوق منذوق، اما اللي عندي فيه القراءه اللي نقراها انا كاحمد الغربي من بعيد، نقول اليوم نحن رئيس الجمهوريه يتوجه الى البنك المركزي ويلوج على انه استقلاليه البنك المركزي عن البنوك والدوله تلوج باش تسلف، معناها راهو حاجه راقيه مش هذه بوش اوبن، اؤمر بخرج مرسوم رد هذه غادي وهز هذه غادي وكذا، ولو انه اليوم عندنا مجلس نواب. فان وصلنا لدرجه انه لوجوا على رئاسه الجمهوريه تحب البنك المركزي ما يكون معناتها مش مستقل عن الدوله ويناقش الموضوع هذايا، احنا في معناتها بعدنا ياسر، في وصلنا نيفو عالي ياسر من انه القانون قانون احترموه الناس الكل. حاجه ثانيه ما ننساوش نحن تو اليوم كدوله تونسيه عندنا فوق العامين اول مره بعد 2011 نعيشوا بلا شفامي، رد بالك راهو احنا عايشين
ونخلصوا والموظفين يخلصوا والناس تاكل وتشرب وفما سلع بون مش برشا فما مشاكل في السلعه في التزويد عايش في تونس ساسي لا لا نحكي خلينا نكمل لك عاد قلت لك كان يفو باني كونه فما مشاكل عايش في تونس ما انت وين عايش لا لا نسال فيك انا ذاك وكان فما كلام معناه نقول فيه راني نقول فيه احمد الغربي راه ما عندي حتى حسابات وانت تعرف لي انا ما عندي حتى حسابات عندنا مشاكل ماليه كبيره ياس راني نعيط لكن ما تنكرش اللي عنا عامين ونص بلا شفامي من 2013 تقريبا كان انا غلط صلحولي بربي ما عشناش في تونس بلاش امني والترقيم السيدي نتاعنا ماشي ويطيح ولا سمحني وضع اخر والتواسه شادين السقف وضع اخر وضع اخر خلينا نكمل لا 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 ما تقصش علي تحب تقص علي ما تقصش علي عايشك خلينا نتفاعلوا مع بعضنا كذا لا محبس قل لي على لجنه التحاليل الماليه لجنه التحاليل الماليه راهي مربوطه بالارهاب وتغسيل الاموال لا انت انفعلت وقلت كيفاش تتكلموا على جمعيات المجتمع المدني اللي فيها تبييض اموال فما ولا ما فهمش هل انت تنكر كمعز علي انه فما جمعيات في المجتمع المدني تبييض نتكلم انا لمت سيد الرئيس في التعميم نعرف اللي فما جمعيات جاوبني على السؤال يرحم والديك يا معز نعرف اللي جمعيات خدمت في تمويل في تمويل التسفير سامحني اما انا ديما ضد التعميم على خاطر فما جمعيات اللي هي رثنات الركبه وقت البلاد كانت غايبه كانت هي موجوده هي شكون قال لك لا فما منه ولا ما فماش فما انت جاوبني على التعميم انت تو خطاك من التعميم انت فما ولا ما فماش يا اخي يقول لك انا ضد التعميم معناه نعترف اللي موجود بالله سامحني بربي سامحني انت ساعه انا راني ما نؤمنش بالطهر في اي ميدان الطهر هكا والعفه ما نؤمنش في كل بلاصه في كل ميدان ثم الساقط بدرجه كبرى وثم الباهي وثم المتوسط لكن متفقين فيه حتى كي سهلك تو احمد في سؤال أي. تعرف كيف جاوبت بذكاء كبير قلت قال لك ثم ماشي قلت له ثم اللي يخدموا بالباهي قول ثم سلبيين قول ثم سلبيين يا اخي قلت ثم سلبيين انا قلت قول 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 ثم الخايبين يا اخي فهمش قلت لك انا يا اخي سامحني لا قول ثم الخايبين مش قلت لي انا خدمت وواجهت جمعيات اللي خدمت على التسفير وخدموا على رواسب منها ورواسب نتاع احزاب وخذوا الفلوس وخدموا مصالحهم انا يا سيدي ما نسمحش رئيس الجمهوريه باش يعمم على خاطر فما جمعيات وقت كانت الدوله غايبه كانت هي موجوده ثم جمعيات ثم جمعيات وانت سيد احمد كي تعطي معلومه تقول فما 20000 جمعيه 20000 جمعيه فما قول لك فما 15000 على الاوراق اصلا مش موجودين جمعيه الناشطه والله يتحسبوا على بالمئات بالمئات واكثر من هذا معناها منجيو شحن نمشيو ونستغلوا هذه الحكايه هذوما باش الجسم الوسيط اللي قعد اللي ممكن يكون عنده فايده في المجتمع وفايده في الانتقاد احنا عايشينه يحب يكملوا يقضيوا عليه ما تحكي على علاقه الاقتصاد بالسياسه ما تحكي على علاقه الاقتصاد بالسياسه ولا الجمعيات في تونس خرج في بلاغات سياسيه اكثر من الاحزاب ريتها ولا البلاغات انا جمعيه حقوقيه وفي اسم جمعيه حقوقيه انا جمعيه حقوقيه باهي انا من واجب نتاعي لما نشوف حاجه صحيحه نقول بارك الله فيك وقت نشوف حاجه غلطه نعمل بيان باش ندد بها هذيك وخدمه انا حمايه المواطن كلمه واحده سامح راهو اللي قاعد يتقال له ما يلزم يكون فيه حتى شخصنا ولا رانا نحكيو على الجمعيات على السياسات في الدولة على البنك المركزي ما فما حتى شخصنا عندي لهنا في البلاتو أنا لا أسمح بهذا ولا. بالنسبة للناس الكل لكن بش نختم وبش نعطيك الكلمة أحمد صحيح راهو معز ما نعموش لكن نقوله فما هذا وهذا فما كلمة مهمة قالها عز الدين حديدان معز حديدان سمحوني قال راهو يا سيدي هات نثبتوا في السيركوي اللي مشيت فلوس في بلاصتها في لمان اللي ما مشيتش يلزم يتحاسبوا والناس الكل نعملوهم بنفس المكيال مش بسياسة المكيال مكيالين مهما تكون الجمعية مهما يكون هذلك زيدا فما حاجة مهمة أخرى خاطر إذا ما نحكيه كذلك على الصلح الجزائي والبارح شفنا رئيس الجمهورية أثناء زيارة أديها إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في العاصمة قال لا صلح مع من نهب أموال الشعب التونسي إلا بعد الدفع وإلا ستتم ملاحقتهم جزائيا لهنا أحمد شو قال بالضبط رئيس الجمهورية قال كل من ورد اسمه في تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد تعرفوا التقرير هذية وقتاش خرج قال يلزم اللي ورد اسمه يرجع الأموال اللي نهبها من الشعب التونسي بناء على ما تم تقديره وقتاش عام 2011 مع زيادة 10% واحتساب نسب التضخم السنوي أحمد الغربي هو سماح احنا في إطار حديث على الصلح الجزائي
في البلاتو هذا حكينا تقريبا 3-4 مرات على الصلح الجزائري، وفي كل مناسبة رئيس الجمهورية يزور لجنة الصلح الجزائري يتجبد الموضوع على الفلوس وعلى قداش وكيفاش وكذا. اليوم هاو البارح سمعنا أنه رئيس الجمهورية يقول الدفع قبل الرفع، معناه وفي هذا الإطار احنا شخذينا منه الكلام هذا. احنا في 11 ديسمبر 2022 سماح وقت اللي هبط المرسوم، انا شخصيا اش قلت هالمرسوم هذا له زمن، المرسوم هذا له زمن المحاكم في تونس وله زمن الادارات في تونس. صحيح. كلمه راي معبره، له زمن مش اداره تونس، مش هك في 4 شهور تحبوا يعمل لك اختبارات ويعمل قائمات ويراسل الاطراف. ليه بسبعة من الناس ما عندهمش حتى حاجب في الاداره؟ اذا ما نجموش ننساو اللي تعطل مسار الصلح الجزائي راهو فيه تعطل لوجستي، أهم الأطراف، أهم الوقت، أهم الإدارات. لا بربي نرجع نقطة أخرى، مش وقتها كيف حكينا فيها هنا في ناس الديوان، قلنا اللي باش يكون فما قائمة باش تتحت من اللجنة الوطنية للصلح الجزائي. القائمة هذية فيها اللي سيتم تسميته، معني باش يدخل معناها سيتي باغ اللجنة هذية، وفما اللي من سيتقدم عن طواعية للجنة. هنا رئيس الجمهورية رجعنا للتقرير الأول بتاع اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، فما ناس راهو تحكموا وفما ناس برأهم القضاء وفما ناس فلست الشركات متاحهم وفما شركات مشيت للمصادرة. قولك ليه كل من ورد اسمه في اللجنة هذيك يلزمه يعطي الفلوس حسب ما تم تقديره في 2011، وانتم تعرفوا قيمة المؤسسات هذيك من 2011 لليوم شنو صار فيها، ويزيد فوقه نسبة 10% مع احتساب نسبة التضخم. هو هذا سماح، هو هذا سماح تنقول لك هو السبب متاعه حسب رأيي الشخصي، هذه قراءتي الشخصية، انه تيقن انه باش نعملوا قائمات جديدة وباش نعملوا مسار جديد متاع خبراء وتقييم قديش فلوس، يبدو امر مستحيل تقريبا مستحيل، لانه كما يتكلم سيد رئيس الجمهوريه البارح يقول لك خبراء واختبارات ويمشي ويجا ومحامين وكذا، هذا الكل يتاكد معاه انه تقريبا مستحيل باش نحصلوا الارقام طوى قداش لازم كل مواطن يحب يعمل صلح مع الدوله قداش يدفع. فاذا الحل السحري ان نعاودوا نرجعوا ما التقرير نتاع 2011، ربما هذاك يسرع على القليله في حاجات حاضره هاك خدمه ما نلوحوهاش في الزبله، بويسك احنا اليوم غير قادرين ان نعاودوا نعملوا قائمات جديدة ونعاودوا معناتها نراسلوا عباد جدد ونعاودوا نعملوا اختبارات جديدة، لأنه مسار يطول ويطول ياسر، ما عملناش نتحدثوا على 4 شهور ولا 8 شهور ولا عامين، احنا توا تشوف من المرسوم توا قداش وقت ضايع وما فماش حتى حاجة، فماش حتى بوادر نتاع فلوس دخلت للدولة. إذا الحل ربما اللي ارتأته رئاسة الجمهورية ولجنة الصلح هما قاعدين معناها موجودين ما نعرفوش شنو رايهم، انها ترجع للتقرير نتاع 2011 في فلوس حاضرة هاكا نعرفوا نحن مثلا فلان قداش مطالب فلتين قداش مطالب، ولو انه انا شخصيا راى انه هاتي القائمه هي قائمه غير محينه، فيها ناس مشات فيها ناس توفيت فيها ناس مش موجوده، اذا الرجوع الى هاتي القائمه هل انه معناتها ينجم يوصلنا الى مسار خير من اللي نحن فيه توا؟ هذه نقطه استفهام ما يعرفها كان اللي موجود في لجنه الصلح. خليفه انا اللي نشوفه انه في العشر سنوات هو تو يحكي سيد الرئيس ولا التوانسه الكل يحكيوا على ما قبل 2011، عندك مافيات بعد 2011 يتسموا مينيم اللي قبلها مره، تو انت عندنا احنا تو رانا من اين لك. هو ساعه خلينا نقتنعوا في حاجه ان احنا فشلنا لا في استرجاع الاموال المنوبه ولا في الناس اللي سرق. انا بالنسبه لي انسان اثرى بطريقه غير شرعيه قبل ولا تو، المكان بتاعه رجع الفلوس اللي مشي الحبس، قعدنا نعملوا في اللجان لا عرفنا حقيقه لا عرفنا كرامه لا لجنه عبد الفتاح ومر ولا صلح الجزائر، اليوم وصلناش الفلوس ما وصلناش هكا ولا مش هكا. النورمال مو انا هالصلح هذا سرق كان ما عنده حتى فرنك جال شلاكه بصبع، مع احترامي للشلاكه معني مش احترامي للاشكال اللي هذوما، راهو جا ما عندوش دينار، راهو بعد 2011 وقبل 2011 الناس هذوما نورمال سيرتو بعد 2011 ناس ولات تملك المليارات من اين الاف، فالتالي بالمحصله ما صورنا حتى فرنك. انا كي نمشي الانسان نقول له يجي نصالحك، نصالح سارقه شبيه المواطن نهار اللي ضيع حاجه مش عقلوا له دار ولا عقلوا له كان عنده حتى كره مش عقلوا له، الكلام هذا كل فارغ. طبعنا مع الفساد في 10 سنوات تماهينا معاهم، شيء ضاع وشيء تسرق وحاجه كانت تسوى مليون ولا تسوى 100,000 وشيء فصاح البر وشيء هرب هنا وشيء كتبوا باسم اخته ولكن دوروا باسم نسيبه، فالتالي في المؤخره الشعب التونسي لا صور اموال منهوب رجعت له ولا صور اللي سرقوه رجعوا له فلوس، هذا هو انا بالمحصله شو ننظر. انا بالنسبه لي انا لجنه الصلح الجزائر راهي مبادره باهيه وفكره باهيه من سيد رئيس الجمهوريه، اما بالنسبه لي انا تكون احسن وخاصه تكون باهيه وقتها
ايقاع تطبيق الاجراءات وفق القانون هكا ولا زحمت اكيد هو موجود مرسوم وقت موجود ماذا بيك موجود مرسوم صلح جزائي نستوفيه كل الاجراءات القانونيه باش القرار ولا الصلح يوصلوا له لا يناقش سي تسكر دوسي وتسكر احنا باهي لازمنا نسكر الدوسيات اما اللي انا اللي يهمني كيفاش تسكرهم انا البارح قلقتني حاجه برشا كي سيد الرئيس نوعا ما استهزأ ولا يقول راهو الهدايا هو خبير هو اختبار هو كذا اذا القاضي ولا اذا اللجنه تقرر باش تعمل الاجراءات هذيا معناها راي في صالح الملف هكا ولا لا معناها راي اجراءات لازمنا نعملوه باش نوصلوا الحل دونك اذا معناها اذا ملف يلزمه 6 اشهر باش يتسكر يبا يخص 6 اشهر اذا يلزمه خبراء باش يتسكر يلزمه خبراء انا اللي قلقني البارح اللي فما اتفاق صلح جزائي عملناه اللي هو 1,700,000 دينار قلقني وقت جاء السيد رئيس الجمهورية قال الاتفاق هذايا وقفناه سامحني إذا لجنة الصلح الجزائي وصلت إلى اتفاق مع طرف وعملوا الاتفاق هذايا وسكروه بعد ما كملوا كل الأجراءات حتى حد المهم يكون عنده الحق باش يكون معليش معناها سامحني نولي نجي نعمل كل المشاريع تاع الصلح الجزائي نحطهم في بارافير نهزهم رئيس الجمهورية يوافق عليهم ولا ما يوافقش لهنا راه فما برشا كلام تقال اللي مع الاسف فما نوع من التعامل خلينا نقولوا السلبي مع الاجراءات القانونيه نعرف اللي لازمنا نوصل لازم الملف هذا يسكروه خاطر نعرف انا نمن اللي كان صلح الدوسيات هذوما راهي البلاد هذه باش تخرج من الازمه اللي هي فيها اما كان باش نقعدوا نتعاملوا بطريقه عاطفيه ونبدا نلوجوا في الريزولتا ايميديا بغض النظر على الاجراءات القانونيه والاجراءات الصحيحه اللي لازمها تطبق لهنا تولي عندنا مشكله هو سامح في كلمه مشروع الصلح الجزائي هو فكرة طيبة والصلح هذا موجود لكن معك. الإشكال الحقيقي وزاد فما حاجة أخرى قبل ما نقول الإشكال الحقيقي القانون مرسوم الصلح الجزائي يظهري فصل 27 يقول لك إجراءات الصلح الكلها ويتم صلح النهائي في ظرف 4 شهور باش تعمل فيهم قائمة تراسلهم تعمل اختبارات والاختبارات مكلف لجنة خبراء في ظرف 20 يوم تعمل لك اختبارات هذا راهو في الواقع راهو صعيب لانك انت بتجي تحسب مثلا تقيم عقارات كيفاش هي الصلح ماهوش تقيم انت العقارات والفلوس استفاد منها واش عنده في لي كونت واش عنده كذا احنا اليوم باش نعملوا اختبار تاع كف شغب خبير يحب له عام ونص معناها واحد خذ لك 3 متر في الدار ولا في التراب نتاعك فما بالك معناها الارماتوره هذه كل سي نورمال باش تلقى مثلا مشكله في الاختبارات تلقى مشكله في تلقى مشكله مثلا في الاجيال تلقى مشكله في حتى باش تراسل الاداره باش تعطيك وثائق راه رد بالك في 7 ايام لازم محكمه تجاوبك انت ساعات ملفات في القطب القضائي راه تلقى 10 بواط دارشيف و10 بواط دارشيف و20 بواط دارشيف دونك في هذا الكل فما اجراءات كانت كي تتخدم كي تحط المرسوم حقها ثبتنا فيها لأنه الوقت ما نجمش يكفي باش نعملوا هذاك كله في ظرف 4 شهور يعني هنا نعود نفكروا راهو السادة المستمعين والمتابعين تانا بيسوغ التقرير متاع فتح حمر يحكي على 460 شخص ويحكي على 13,500 مليار هذا بخلاف الزيادة متاع 10% لهنا ليزاتون تراهم تاع التوانسة يوليو كبار برشا لو يتم الحديث على الأرقام هذه من غير تدقيق ومن غير تحيين أولا للقائمة اثنين للممتلكات وصعيب شوية ذول الخدمة هذه أيوه قلت لك بعد 2011 هذا اللي تكون والثروات اللي تكونت ومن أين لك هذا يعني عمل اللجنة وقف في 2011 لا أنا نقول له سيد الرئيس حتى تو ناس راهي في 10 سنين هذا معاملة فلوس يتسمح كيف فارغة اللي صار قبل نعرفوها كلها والتعيينات واللي ولت مديرين عامين وهي ثانية دل وعاملة الدير يا سيدي خلينا نطبقوا من أين لك هذا سي خلينا نقولوا من اين لك هذا هو قانون موجود يا عميد 2018 قانون موجود تاع من اين لك هذا والله بالحق نحب نعرف شكون فماش كنت عدى على القانون هذا انا لليوم ما نعرفش موجود هذا معناتها شكون تعدى عليه ولا الخبير العميد عنده اصلا ما عادش نطبقوا فيه بلي العميد يحط له خبير امني في التلفزه برا يا ولدي انا مختلف والله انت تتكلم وانا قاعده نخمم نتفكر لا رغم اني خبير معني ما شايته العميد خبير مش بالمفهوم القانوني الشيباني لا نعرف انا ما نحكي كان في اللي نعرفه يلا فخامه الاسم تكفي ليه نحكي كان في اللي نعرفه واللي نعرفه ملعب سعيد البارح قيس سعيد يقول يطمئن التونسيين ان الدوله لن تتركهم دون مواد غذائيه اساسيه اش معناها كيف تحكي على السياحه البارح في لقاءات قيس سعيد وين اكد محافظ البنك المركزي انه السياحه مكنتنا من بلوغ 117 يوم توريد احكي قيس سعيد كذلك على الموظفين خاصه منهم اللي موجودين في وزاره التجهيز هذا الكل استنيونا غدوة في ناس الديوان دي سيلا سامح مفتاح تقولكم ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية في